السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذة ضيف أستاذة الفلسفة تلبية لطلبكم. كل مرة راكم تطلبوا راني ننفذ لكم. طلبتوا مني شعبة الأدب والفلسفة، طلبتوا مني مقالة الأنظمة الاقتصادية بطريقة سهلة بطريقة المخططات. هنا المشكل اللي وقع قلت لكم على الخدمة، يعني باش تفهموا بسطت لكم المعلومات إلى أبسط درجة. أسك نجيبوا دراهم معناتها نقولوا على الرخاء المادي، معناتها رفاهية مادية، معناتها تحسين الدخل. كيفاش يولي عندنا دراهم؟ اسكي يولي عندنا دراهم كي نخدموا عند روحنا. وش معناتها؟ معناتها النظام الرأسمالي ام الاشتراكي. واش حب يقول؟ اسكي نجيبوا دراهم كي نخدموا عند روحنا الفردي، النظام الاقتصادي الفردي، ولا نجيبوا دراهم ونربحوا دراهم كي نخدموا عند الدولة، يعني الاقتصاد الموجه توجهنا الدولة، نخدموا عند الدولة تقيدينا الدولة، ولا لا الاقتصاد الحر نخدم عند روحي. هنا اختلفوا الفلاسفة حول أفضل نظام اقتصادي يحقق الرخاء المادي، يعني شكون هو النظام اللي إذا تبعناه راح تولي عندنا رفاهية مادية، يعني راح يولوا عندنا دراهم. صح، اسك نتبعوا النظام الرأسمالي، معناتها نخدموا وحدنا، نخدموا عند روحنا البريفي، نسموه النظام الاقتصادي الخاص. وش معناتها الخاص؟ معناتها البريفي. ولا لا كاين اللي قال لك لا لازم مش تحقق الرخاء المادي ويولي عندك دراهم، اخدم عند الدولة. علاش؟ إذا خدمت عند الدولة ونسي جامي ما ينجحش البروجي هذاك، الخسائر ما تتحملهمش أنت، راح تتحملهم الدولة. هذا هو المشكل اللي وقع بين الفلاسفة والعلماء، يعني حول ماذا؟ حول أفضل نظام اقتصادي يحقق الرفاهية المادية، يجيب لي دراهم، كيفاش تقولوا عندنا دراهم؟ كاين اللي قال لك لازم نخدموا عند روحنا باش نجيبوا دراهم، علاش لي بروجي اللي ديرهم وحدك الربح راح يكون كامل ليك، معناتها الربح راح يكون ليك أنت وحدك، ما تقاسمكش مع الدولة، معناتها راح تدخل دراهم أكثر. موقف ثاني قال لك لا قال لك دير بروجي ما راكش أوبليجي راح تربح فيه، كاين دي بروجي نخسروا فيها. بالتالي قال لك باش تضمن الربح تاعك وتضمن ما تخسرش اخدم عند الدولة، باش اذا كانت كاينه خساره ما تتحملهاش انت، تتحملها الدولة. كيما مثلا في لابيريود تاع الكوفيد، كيما غلقوا كلش والحجروا منا، شفنا بلي اللي يخدموا عند روحهم كولاو. علاش؟ باسكو ما كانش داخل الخساره تحملوها هما، بصح الناس اللي تخدم عند الدولة ما صارلها والو، قاعده الدولة تخلص فيهم، يعني الخساره شكون تحملتها؟ الخساره تحملتها الدولة. صح، هذا هو المشكل اللي وقع بين الفلاسفه والعلماء. موقف اول قال لك راك حاب تجيب دراهم اخدم عند روحك ما تحوش على الدوله. موقف ثاني قال لك لا قال لك راك حاب تجيب دراهم عليك وعلى الدوله، اخدم عند الدوله باش حقوقك تضمنهم وما يروح لك حتى حقك وما تخسرش. صح، نبداو مباشره. عندنا المقدمه تاعنا، اول حاجه نعرفها هذه الطريقه هي طريقه جدلية. وعلاش طريقة جدلية؟ باسكو عندي موقفين متعارضين راهم يتجادلوا، وديجا ما تكسروش راسكم، دائما الموضوع الأول في البكالوريا هو جدلية. الآن مباشرة نروحوا للمقدمة تاعنا، أول حاجة السؤال تاعنا قال لك ما هو أفضل نظام اقتصادي يحقق الرخاء المادي؟ أول حاجة نديروا التمهيد، نعطيكم أستوس في التمهيد وندعو عليها إن شاء الله عالمة مليحة. عندكم تلقاو الدروس تاع الفصل الثاني، قلت لكم تمهيد تاع الفصل الأول دوكا نعطيكم تمهيد تاع الفصل الثاني. تلقاو دروس تحفظ التالي من الاخلاق وروح من الاخلاق حتى الانظمه السياسيه. روحوا ديروا لنا مباشره التمهيد على الانسان زائد مجتمع زائد علاقات زائد تنظيم مباشره، يعني تلقى الدروس تحفظ التفصيل التالي ما تكسرش راسك ديريكت. الانسان مجتمع علاقات وتنظيم، قولي كيفاش استاذه؟ نعم وريك. الانسان كائن اجتماعي، وين يعيش؟ في وسط جماعات مع الجماعة. هاد الأهل الجماعة أي تجمع بينه وبينهم علاقات، هاد العلاقات دايما مليحة لا يعني هاد العلاقات مين داك مليحة مين داك لا. بالتالي واش لازم يدير لها؟ لازم ينظمها. باش ينظم علاقته مع أفراد مجتمعه لجأ الإنسان إلى بناء وتأسيس الأنظمة الاقتصادية. احنا ما راناش عايشين وحدنا، ما راناش عايشين كيما الحيوانات اللي يلقى ياكل يلقى يدي يلقى يملك. لا صح، احنا ما دام عايشين في وسط مجتمع لازم ننظموا حياتنا، لازم هذه ملكيه تاعك، هذه تاع الاخر، هذه ما نجوزليش نديها، الاخر يجوز له يديها. يعني ما دام جينا عايشين في وسط اجتماعي كان لازم علينا نبنوا ونشيدوا وناسسوا الانظمه الاقتصاديه.
كان لازم ننظموا حياتنا الاقتصاديه. لو كان جينا عايشين وحدنا ما جيناش عايشين في وسط مجتمع يهمنا نبنوا الانظمه الاقتصاديه، طبيعه الحال لا، ما دام الانسان هو عايش في وسط مجتمع كان لازم علينا نبنوا الانظمه الاقتصاديه. حيث تعرف الانظمه الاقتصاديه انها ماذا؟ مجموعه من القوانين والقواعد والاسس التي تحسن عمليه البيع والشراء. علاش نتبعوها؟ باش عمليه البيع والشراء والاقتصاد يسير في بطرق سليمه ويسير بطريقه منظمه. يعني علاش نديروا انظمه اقتصاديه؟ باش عمليه البيع والشراء تتم بنجاح. صح. حول هذا الموضوع اللي هو الانظمه الاقتصاديه وقع ماذا؟ وقع نزاع، وقع جدال، اختلاف، صراع بين من ومن؟ بين موقفين متعارضين. موقف اول يتعارض مع الموقف الثاني. موقف الاول يرى ان افضل نظام اقتصادي هو النظام الراسمالي. قال لك يا خويا راك حاب تحقق الرفاهيه الماديه، راك حاب يولي عندك دراهم، راك حاب الدخل تاعك يتحسن، تبع النظام الراسمالي، اخدم يا خويا عند روحك الخاص الحر. ما كيما اللي جا تاعو انا راهم يحبوا غير يخدموا احرار، يقول لك انا كي نخدم وحدي راح نتطور ندير مشاريع وحدي. موقف ثاني قال لك لا لا، قال لك ما تخدمش وحدك، قال لك تبع النظام الاشتراكي، تبع الدوله، باسكو كي تبع الدوله وسي جامي ما ربحتش في المشروع هذا الخسائر شكون حيتحملها؟ الخسائر راح تتحملها الدوله بهذه الطريقه. هذا فاش راهم يتجادلوا طرح الاشكال، من الضروري اعاده الصياغه. احكم السؤال تاعك تاع الباك واش تروح دير له موديفيه ودير علامه استفهام. تقول لي استاذه كيفاش الموديفي؟ ساهل، حنا كنا درنا مرادفات، قلنا الراسمالي هو الخاص، هو اقتصاد الحر، هو الملكيه الفرديه، النظام الاشتراكي قلنا هو العام، هو الاقتصاد الموجه، هو النظام الاشتراكي يعني الدوله. صراحه انت روح تلاعب لي بهذه المرادفات. مثلا هو قال لك ما هو افضل نظام اقتصادي يحقق الرخاء المادي، انت قول له هل النظام الراسمالي هو افضل نظام ام انه النظام الاشتراكي؟ هل الاقتصاد الحر هو افضل نظام ام الاقتصاد الموجه؟ يعني هنايا الموجه يتوجه الدوله، الحر معناتها نخدم وحدي عند روحي. صح. بهذه الطريقه هذه المعطيات نكونوا كخرجناهم في المسوده تاعنا في البرويون تاعنا، ونبدا نحول المخطط الى فقره. يعني التمهيد ساهل، دروس الفصل الثاني دير لنا هذا، تعريف الموضوع انظمه اقتصاديه، فاش راهم يتجادلوا كاين اللي قال لك افضل نظام راسمالي فردي، كاين اللي قال لك افضل نظام اشتراكي العام نخدم عند الدوله، طرح الاشكال، احكم تاع الباك وموديفيه. دوكا نحولوه فقره، يلا تبعوا معايا. الانسان كائن اجتماعي يعيش ضمن جماعات، تجمع بينه وبين افراد مجتمعه علاقات تحتاج الى ضبط وتنظيم، لازم ينظمها، لازم يضبطها، وبغرض تنظيمها لجأ الى بناء وتأسيس الانظمه الاقتصاديه التي تعرف انها، نجي نعرف الانظمه الاقتصاديه. بعد ما نعرف الانظمه الاقتصاديه واش ندير؟ وحول هذا الموضوع وقع نزاع، جدال، اختلاف بين من ومن؟ بين موقفين متعارضين. موقف يرى ان افضل نظام هو النظام الراسمالي الفردي، وموقف يرى ان افضل نظام هو النظام الاشتراكي العام. فاصله، وعليه نطرح الاشكال التالي ونكتب الاشكال اللي بدلته. يعني دير تمهيد تاعك، الانسان مجتمع علاقات تنظيم، الانسان باش ينظم حياته لجأ الى بناء انظمه اقتصاديه، عرفها. حول هذا الموضوع وقع جدال بين موقفين، موقف يرى وموقف يرى، وعليك احكم السؤال تاعك تاع الباك وموديفيه. يعني يكفي تخرج هذه المعطيات باش تقدر تخدم المقدمه تاعك. الان مباشره نروحوا للعرض تاعنا. عندنا النظام الاقتصادي كاين موقفين متعارضين. موقف اول قال لك افضل نظام اقتصادي هو النظام الراسمالي، معناتها البريفي، معناتها الخاص، معناتها الفردي. موقف ثاني يرى ان افضل نظام اقتصادي هو النظام الاشتراكي يعني العام يعني الدوله. نبداو حنا الموقف الاول بالمخططات عادي كما متعودين. موقف اول قال لك افضل نظام اقتصادي يحقق الرخاء المادي، يعني يجيب لي دراهم، يعني خليني عايش في بحبوحه، هو النظام الراسمالي يعني الولايات المتحده الامريكيه. نتبعوا الامريكان علاش؟ باسكو يشجعوا على الملكيه الفرديه. اول حاجه قال لك لان هذا الموقف يقوم على شيء اساسي اللي هي الملكيه الفرديه، يعني الشعار تاعهم كلنا نملك، عفوا
يعني الملكية الفردية. وش تعني الملكية الفردية؟ يعني يسمح بامتلاك الفرد لوسائل الإنتاج. قال يقول لك خليه يمتلك، خلي الإنسان يمتلك. مثلا آدم سميث يقول لك دعه يعمل اتركه يأمر، خليه يمتلك، خليه يخدم. علاش؟ قال لك لأن الملكية الفردية، الفرد إذا ملك كانت عنده الملكية تاعه هو الخاصة، ملكية الخاصة، راح يولي كاين عندنا حسن التسيير. وش معناتها؟ حنا رانا نشوفوا فيها مثلا هي حاجه تكون تاعك انت وحدك، وحاجه تكون انت مشترك فيها مع زوج ولا ثلاثه. شكون راح عليه من راح تحافظ؟ مثلا حاجه تكون تاعك انت، كيفاش راح دير؟ كي تكون حاجه تاعك طبيعه الحال راح تحافظ عليها، راح تسيرها احسن تسيير. مثلا نعطيك مثال، نعطيكم مثال باش تفهموا. يكون عندك مثلا مخبزه تاعك انت هكذا، واش راح دير؟ راح تسيت تكون الجوده تاع الخبز تاعك مليحه، راح تكون النظافه مليحه، راح يكون راح تسيت تلعب على كل صغيره وكبيره، باسكو ديالك، باسكو على بالك. لو كان ما تسيرهاش مليح واش راح يصرى؟ ماش حيجوا عندك الناس، ماش حيجوا عندك الزبائن. بالتالي واش تولي نتايا في الملكيه الفرديه تاعك؟ تولي تسيرها احسن تسيير، كيما رانا نشوفوا دوكا بالبريفيو الدوله. دوك مثلا الانسان يقول له تروح سبيطار بري الدوله ولا تروح في لاكلينيك؟ يقول لك لاكلينيك. علاش؟ يقول لك لاكلينيك يعاملوني مليح، لاكلينيك يتهلاو فيا، والبريفي ما يقول الدوله ما تتهلاش فيا. علاش؟ باسكو البريفي ملكيه مشتركه. بصح كي تروح نتايا واسمو لاكلينيك، لاكلينيك هذه كيفاش راهي؟ راهي ملكيه فرديه، الانسان يخاف على ملكيته الفرديه. واش يولي يدير؟ يولي يسيرها احسن التسيير. معناتها قال لك النظام الاقتصادي الراسمالي خير، باسكو في النظام الاقتصادي الراسمالي يولي عندنا حسن التسيير. كذلك في النظام الراسمالي، في النظام الراسمالي خير، قال لك لان النظام الراسمالي يعتمد على الحريه، يخليك حر. شوف واش قال لك، قال لك النظام الخاص واللي نسموه النظام الاقتصاد الحر، معناتها الانسان يكون عنده حريه في النظام الراسمالي. يقول لك كما قلت لكم ادم سميث يقول لك دعه يعمل اتركه يامر، خليه حر، ما تقيدوش. باش ما نقيدوش؟ ما نقيدوش بالقوانين اللي تفرضهم الدوله. قال لك الانسان كي تخليه حر، الحريه راح تؤدي به الى ماذا؟ الحريه راح تؤدي به الى الابداع، تخليه يبدع. نعطيكم مثال، نتوما مثلا راكم تشوفوا فينا احنا الاساتذه، تقولوا مثلا بلي حنايا في ليكور نخدموا خير من الليسي. لا لا، هذا اكبر خطا توقعوا فيه نتوما التلاميذ. علاش؟ لانه الاستاذ في ليكور يكون حر. واش معناتها يكون حر؟ يخدم بالطريقه اللي حب، معناتها يبدع الطريقه اللي حب. بصح في الليسي الاستاذ راهو مجبر باش يتبع البرنامج، يقول لي دوك مثلا انا في الليسي يقول لي ديري تعريف الموضوع، ديري مثلا شوفوا تبعوا مليح، ديري تعريف الموضوع، ديري اقسام الموضوع، ديري لا لافيش تاعك، لازم كاين امور نديروها. بصح دوك هنايا مثلا في هنايا في اليوتيوب انا راني حره ولا لا؟ لا، معناتها مشروع خاص حر. معناتها واش قال لك؟ قال لك في النظام الراسمالي تخليك تبدع. علاش تبدع؟ باسكو تكون حر. بصح في الدوله ما تكونش حر. حنا في الليسي عندك منهاج لازم تكملو، لازم تتبعو، كل درس عنده مثلا المده الزمنيه تاعو اللي لازم تكمل، لازم تكملو فيها. يقول لك شحال دير من النص، شحال دير من هذه. معناتها في الدوله، عند الدوله تكون مقيد. كي تكون مقيد ما تمدش افضل ما عندك. بصح كي تخدم عند روحك الحريه تولي تخليك تبدع. معناتها قال لك خدمو، دع الانسان. ايضا واش يقول لك ادم سميث؟ يقول لك ادم سميث لو تركتم الافراد احرار، لو كان تخلو الانسان هذا حر لرايتم مؤسسات نموذجيه. قال لك خلو الفرد حر، خلو الانسان حر، خلوه يدير المشروع اللي حب. علاش؟ باسكو انت كي تخليه وتفتح له المجال باش يدير المشروع اللي حب، تعطيه الحريه، الحريه تاعو راح تؤدي به الى الابداع، تخليه يتطور، تخليه ينتج، تخليه يبدع. بينما لو كان نسمحوا بالاقتصاد العام تاع الدوله، الانسان راح يكون مربوط بالدوله، بالقوانين اللي تفرضهم عليه الدوله. كذلك هذا الموقف يقوم على شيء اساسي، يقوم على شيء اخر اللي هو فتح الحدود. قال لك لازم نفتحوا الحدود الجمركيه وفرض فتح الحدود والغاء الضرائب. قال لك السبه اللي خلات الانسان ما يتطورش، وخلات السلع ما تتوفرش، وخلات كل شيء غالي والمعيشه غاليه، والناس ما قدرتش تحقق الرخاء المادي والرفاهيه الماديه، هو الدوله. يعني السبه هي الدوله. واش راهي دير الدوله؟ الدوله راهي غالقه الحدود. كي تغلق الدوله الحدود واش راح يصرى؟
للمنتوج. المنتوج واش راح يصرى؟ راح يولي كاين يولي ما كاش منتوج، يولي ما كاش سلعه كيما حنا دوكا. الحدود راهي مغلوقه. كيفاش راهم طوموبيلات؟ طوموبيلات ما كاش. علاه ما كاش؟ باسكو الحدود مغلوقه، يتسمى السلعه ما كاش. طوموبيلات اللي راهم متوفرين في الجزائر، كيفاش راهو البري تاعهم؟ البري تاعهم راهو غالي. كي راهو البري تاعهم غالي، جيوبنا راح يتقاسوا ولا لا؟ لا، طبيعه الحال ما نعيشوش في رفاهيه ماديه. يعني قال لك السبه اللي خلات الانسان ما يعيش في رخاء مادي واقتصاد تاعو يكون مليح هي الدوله. الدوله واش راهي دير؟ الدوله راهي غلقه الحدود. كي تغلق الدوله الحدود السلعه تولي متوفره ولا لا؟ لا، اول حاجه تولي السلعه ما كاش. تلقاو مثال على الطوموبيلات دوكا، ما كاش طوموبيلات باسكو الحدود راهم مغلوقين. هيا نفترضوا العكس، نفتحوا الحدود كيما راهي تقول نظام الراسمالي، كيما راهو يقول. لو كان نفتحوا الحدود السلعه واش يصرى لها؟ اول حاجه توفر السلع، شوفوا توفر السلع، تولي السلعه كاينه. كي تولي السلعه كاينه البري تاعها واش يصرى لها؟ البري تاعها راح يهبط. كيما الطوموبيلات كي كانوا فاتحين الحدود، الطوموبيلات واش دار البري تاعهم؟ واش صار البري تاعهم؟ كان نورمال، كان طح، كان هابط. دوكا كيف غلقوا الحدود، الدوله غلقت الحدود، واش صار الطوموبيلات البري تاعهم؟ البري تاعهم طلع. صح، قال لك كذلك نحوا لنا لي زامبو، قال لك هذا لازم نظام راسمالي يقوم على الغاء الضرائب. قال لك الدوله راهي تفرض لي زامبو. لي زامبو هما اللي يطلعوا السلعه تاع البري. دوكا مثلا انا باش تفهموا، جبت منتوج مثلا جبت هذه الاقلام، مثال جبت هذه المقلامات، عفوا جبت انا هذه المقلامه، جبتها من ليترونجي، جبتها من الخارج، وخلصت عليها مثلا 5000. كل مقلامه خلصت عليها 5000. صح، نجي انا نخلص عليها لي زامبو، نخلص عليها مثلا 2000 تاع لي زامبو. سما دوكا انا شريتها ب 5000 ونزيد نخلص عليها 2000 تاع لي زامبو، شحال راهي؟ راهي 7000. شحال لازم نبيعها؟ لازم نبيعها 10000. 10000 البري تاعها مثلا، البري هذا يجي غالي. لو كان نفترضوا نحوا لي زامبو، ما كاش لي زامبو، انا ندخل لا تخوس هذه كيما الحب، ندخلها شريتها ب 5000، ندخلها ب 5000، ما تسقام لي والو. انا كي نجي نبيعها شحال نبيعها؟ نبيعها 7000، نبيعها 8000. كي نبيعها رخيص الناس واش راح يديروا؟ الناس راح تشري عليا ولا لا؟ لا، وانتم تقولوها. قالها لي واحد التلميذ، قال لي استاذه بخا يدهش. واش معناتها بخا يدهش؟ معناتها كي تكون سلعه رخيصه واش راح يصرى؟ راح تولي كاينه مبادرات، يقولوا الناس يشرو ولا لا؟ لا، يقولوا الناس يشرو عليك. معناتها قال لك الغيو لنا الضرائب. كي تلغيو الضرائب واش راح يصرى؟ انخفاض سعر السلعه، تولي السلعه البري تاعها منخفض. كي يولي البري تاعها منخفض، نولو كامل نشرو بالرخيص، نولو كاع نشرو سلعه رخيصه. كي نشرو سلعه رخيصه معناتها رانا نضمنو الرفاهيه تاعنا، نولو ما نخسروش دراهم. كذلك راه يقول لك هذا الموقف شيء اخر واساسي اساسي اساسي، قال لك في النظام الراسمالي كي تخدم عند روحك واش راح يكون كاين؟ راح تتطور. معناتها التطور الذاتي راح تتطور. بصح كي تخدم عند الدوله دير في بالك بلي راح تقعد في بلاصه ومستحيل راح تافونسي. علاش؟ انت تخدم عند روحك. مثلا حنا رانا نشوفوا فيهم اللي يخدموا عند روحهم دائما يبداو مشروع تاعهم صغير، ومن بعد واش يصرى؟ من بعد المشروع تاعهم يبدا يكبر. علاش؟ باسكو يحس بلي راهو صح، راهو يخدم وراهو يتعب، بصح التعب هذاك راهو يروح له ليه. معناتها التعب هذاك راهو يستنفع به هو. دوك انسان دار مثلا مشروع، مثلا انسان دار مشروع فتح مثلا ايكول، هذاك ليكول كان يدير فيه ماده واحده، كان عنده مثلا قسم واحد كان يدير فيه ماده واحده مثلا فلسفه، ومن بعد واش صرا؟ راهو حر يدير واش حاب. واش يروح يدير؟ يزيد يفتح اقتصاد، يزيد يفتح قانون، يزيد يفتح رياضيات، محاسبه، يفتح تاريخ وجغرافيا، يفتح مواد اخرى. علاش؟ ويزيد بالك في الفلسفه يفتح عده اساتذه في وقت واحد. معناتها يقدر يتطور، يقدر يبني روحه، يبني ذاته. بصح عند الدوله دير في بالك بلي تقعد خدام عند الدوله تخلص عليك كامل وانت خدام عند الدوله، ما تطورش روحك، ما تقدرش تتطور. بصح كي تكون تخدم عند روحك تقدر تتطور ودير المشاريع اللي راك حابها. صح، كذلك قال لك ايضا هذا الموقف علي من يقوم على شيء اساسي اللي هو قانون العرض والطلب، وهذا شيء اساسي. قانون العرض والطلب، قال لك افضل نظام هو النظام الاقتصادي الراسمالي لانه يقوم على قانون العرض والطلب. قال لك عدم، مش معناتها قانون العرض والطلب، قال لك ما تتدخلش الدوله في تحديد الاسعار. قال لك السعر شكون اللي لازم يحدو؟ هو قانون العرض والطلب. معناتها قال لك انا دوكا كانسان عندي دوكا، انا شفت مثلا في الدوله تاعي في المجتمع تاعي شفت بلي راهم مخصوصين سلعه معينه ما كاش، سلعه مفقوده، يعني العرض تاعها في السوق ما كاش. دوكا كيما مثلا دوكا انا شفت البطاطا ما كاش،
في المجتمع تاعي، واش راح نروح انا نشوف الحدود مفتوحه، ما كانش الضرائب، ما كاين والو، انا ندخل نروح نجيب البطاطا ونجي. كي نجيب البطاطا وشحال يصرى؟ كي انا نجيب البطاطا اول حاجه توفير السلع، يتوفروا كاينه تولي السلعه كاينه. كي انا نجيب البطاطا والاخر يجيب البطاطا والاخر يجيب البطاطا والاخر يجيب البطاطا تولي كاينه. كي تولي كاينه البريد تاعها واش يصرى لها؟ البريد تاعها ينخفض، انخفاض السعر، معناتها قال لك قانون العرض والطلب، خلوا السلعه تمشي بمقتضى قانون العرض والطلب، ما تخليش الدوله هي اللي تتحكم في الاسعار وهي اللي تقول لك اعرض الكميه هذه ولا ما تعرضش الكميه هذه. لا لا، قال لك دوكا مثلا الانسان البائع هو اللي يتحكم. كيفاش؟ على حساب، على حساب الزبون تاعو. دوكا حنايا شفنا العرض تاع البطاطا ما كاش، انا نقول اه الشعب هو يسحق البطاطا والبطاطا ما كاش، انا نروح نجيب البطاطا. كي نجيب البطاطا الشعب راح يشريها، تسمى راح يشري، مش حتقعد لي البطاطا تاعي، راح يشريها. كي انا نجيب الاخر يجيب الاخر يجيب، السلعه راح تتوفر ولا لا؟ لا، كي تتوفر السلعه البريد تاعها واش يصرى؟ البريد تاعها يطيح، معناتها هنايا كي يطيح البريد تاعها نولي انا نشري بالخيص وانت تشري بالخيص والاخر يشري بالخيص. اذا دراهمنا يقعدوا في جيبنا ولا لا؟ لا، دراهمنا يقعدوا في جيبنا، معناتها واش راني نلاحظ؟ ان قانون العرض والطلب هو الذي يجب ان تسير عليه السوق، ما لازمش الدوله تتدخل وتقول لي هاي ديك البطاطا بيعيها ب 5000، ما نبيعهاش ب 5000، نبيعها على حساب الطالب تاعها وعلى حساب العرض تاعها. وقال لك بلي سبب الازمات، الازمات اللي علاش الدوله، علاش المجتمع تاعنا يدخل في ازمات والاقتصاد يدخل في ازمات، بسبب تدخل الدوله. الدوله تتدخل تقول تعطيك كميه معينه من المنتوجات، تقول لك بيعيهم تخلص هذيك الكميه خلاص. لا لا، قال لك لازم السلعه يتحكم فيها قانون العرض والطالب، خلوا البائع كي يشوف بلي السلعه الناس يطلبها البائع راح يتحفز باش يجيبها. علاش؟ باسكو على بالو بلي راح تمشي له، مش حيخسر هو، وكي يولي الاخر يجيب والاخر يجيب والاخر يجيب، البريد تاعها راح يطيح. هذا فيما يخص الموقف الاول، اللي يشوف ان افضل نظام هو النظام الخاص. من بعد واش نجو نديرو له؟ نجو ننقدوه، يعني نبينو له السلبيات والنقائص اللي وقع فيها النظام الاقتصادي الرأسمالي. أول حاجة نعيبوهم عليها، نقولوا أن هذا النظام بالغوا في تقديس موقفهم، يعني هذا الموقف أعطوا قيمة كبيرة للموقف الذي يرى بأن أفضل نظام هو النظام الخاص، النظام الحر. كذلك واش داروا للنظام الاشتراكي؟ نشوفوا باللي أقللوا من قيمة النظام الاشتراكي، يعني نقصوا له من قيمته. قللوا من قيمة النظام الاشتراكي، يعني ما تعرفوش بقيمة النظام الاشتراكي، نقصوا له كامل من قيمته النظام الاشتراكي. أيضا أنا بقول لك هذا الموقف يقوم على الحرية، نظام الرأسمالي، فعلا النظام الرأسمالي يقوم على الحرية، ولكن الحرية تقدر تخلي الإنسان يطغى، الحرية تقدر تخلي الإنسان يدير مشاريع لا تتماشى مع العرف الاجتماعي والتقاليد والعادات والدين، ما لازمش نخلي الإنسان حر. قال لك خلوا الإنسان حر، قال لك آدم سميت دعه يعمل اتركه يامر، خليه يدير المشروع اللي حب. أنا نقول هذا عيب في النظام الرأسمالي، لأنه الإنسان لو كان خلوه حر راح يطغى، راح يتمرد، راح يقدر يدير مشاريع ما تخدم لا الفرد لا المجتمع. معناتها نقولوا الحرية في النظام الاشتراكي تؤدي وتضر المجتمع، تضر المجتمع وتضر الفرد على السواء. ضر الحرية ماشي مليحة، لازم الإنسان نوضعوا له قيود ولازم نراقبوه. كذلك النظام الرأسمالي، أنا راني نشوف أنه النظام الرأسمالي هو نظام الطبقة الغنية. وش معناتها؟ أو يقول لك خلوه حر، خلوه يدير لي بروجي، خلوه يبدع. شكون اللي يقدر يدير لي بروجي؟ اللي عنده ولا لا؟ لا، الانسان اللي ما عندوش يقدر يدير لي بروجي؟ ما يقدرش يدير. معناتها نقول لهم النظام الاشتراكي هو نظام الطبقه المالكه وليس العامله. معناتها النظام الراسمالي نظام يخدم الطبقه المالكه، الطبقه اللي عندها دراهم اللي تقدر دير لي بروجي. صح، يقول لك الغني في الراسماليه يزداد غنى، اللي مرفه في الراسماليه يزيد يترفه، باسكو يدير لي بروجي ولي بروجي تاعو ما كاش قيود، ما كاش ضوابط. بصح الفقير هذا اللي ما يقدرش يدير لي بروجي راح يزداد فقر. معناتها هنايا راني نشوف بلي الراسماليه هي طبقه الاغنياء، بالتالي تخلق طبقيه في المجتمع. مباشره نروحوا للموقف الثاني، الموقف الثاني راح يجيكم بزاف ساهل. شتو واش هضرنا في الموقف الاول نعكسوه في الموقف الثاني، بزاف ساهل، تبعوا معايا. قال لك الملكيه الفرديه، هنا واش قال لك؟ قال لك لا لا، قال لك الملكيه الجماعيه.
معناتها افضل نظام لابد اقتصادي لابد ان تتبعه هو النظام الاشتراكي، لازم ندخلوه عند الدوله. علاش؟ قال لك كي تكون الملكيه جماعيه، ملكيه مشتركه، واش راح يصرى؟ راح تكون كاينه المساواه، معناتها نكونوا كامل متساويين. واش يقول لنا كارل ماركس؟ يقول لك الشعار تاعهم كلنا نملك ولا احد يملك، معناتها كامل عندنا بصح واحد ما عنده. معناتها قال لك انا بفضل الملكيه الجماعيه تولي ما كاش كاينه طبقيه. هو قال نقدر الراسماليه، قال لك الراسماليه هي طبقه تجعل طبقيه في المجتمع، يعني هي هو نظام يجعل طبقيه في المجتمع، معناتها الناس اللي عندها تترفع واللي ما عندهاش تحبط، ويولي كاينه عدم توازن في المجتمع. قال لك بينما النظام الاشتراكي تاع الدوله كي نولو كامل مشتركين تولي عندنا المساواه، نولو كامل كيف كيف، نولو كامل طبقه واحده، يعني راح يتحقق العدل في المجتمع، ويولي الانسان يحس بالمواطنه، يحس بالحب تاعو للوطن تاعو، يعني يولي يشوف ما كاين حتى واحد خير من واحد. ايضا الحريه، واش يقول لك؟ يقول لك لا، يقول لك الغاء الحريه، يقول لك حذاري اعطاء الحريه للافراد، يقول لك لازم نلغيو الحريه ولازم مراقبه الدوله امر ضروري، ما تخلوش الفرد حر يقوم على الغاء الحريه. قال لك الفرد ما عنده حتى حق باش يدير مشاريع كيما يحب، لا لا، قال لك المشاريع هذوما لازم تتقيد، شكون يراقبهم؟ لازم تراقبهم الدوله. علاش تراقب الدوله؟ لان الدوله كي تراقب راح تولي عندنا الحمايه، يعني الدوله راح تحمي المواطن. مثلا دوكا يجي انسان حب يدير مشروع، حب يفتح مثلا ماشي مشروع صغير، حب يفتح طابله تاع دخان قدام الليسيات، على بالنا بلي نتوما التلاميذ المراهقين ومنا هذا في اللاش تاعهم هذا راهو يستهلكوا التدخين، يستهلكوا التدخين، كاين بعض التلاميذ عافاكم الله يستهلكوا المخدرات. معناتها انت تجي تفتح بروجي، تفتح طابله تاع دخان قدام ليسي، يتسمى هنايا راح تضر التلاميذ. كي تجي انت تفتح بروجي اللي حبيت، اليوم راك تفتح طابله تاع دخان، غدوه تزيد تفتح تولي تبيع لا دروغ عافاكم الله، غدوه يولي الانسان هذا كيبيع الخمر، هنا واش راح ينضر المجتمع ولا لا؟ لا بصح كي تتدخل الدوله تشوفك انت فتحت درت بروجي تاع دخان ولا درت حاجه مخله للحياه ولا حاجه ما توالمش مع المنطقه هذيك ولا كاين مؤسسه تربويه، هنا كي تراقبك الدوله واش راح يصرى؟ راح يولي كاين توازن، معناتها ما ينضرش المجتمع. ايضا قال لك فتح الحدود، قال لك حذاري، قال لك غلق الحدود، قال لك لازم نغلقوا الحدود. علاش تفتح الحدود؟ اغلق الحدود، اول حاجه تغلق الحدود واش راح يصرى؟ كي تغلق الحدود تسويق المنتوج المحلي، تسويق المنتوج المحلي، معناتها قال لك كي تغلق الحدود راح تمشي سلعه بلادنا، كي تمشي سلعه بلادنا يولي المنتوج المحلي يمشي، كي تمشي سلعه بلادنا راح تولي البلد تاعنا عايشه في بحبوحه، عايشه في رخاء اقتصادي، اوتوماتيكمون كي يولي يمشي سلعه بلادنا الخزينه تاع الدوله تاعنا واش حيصرى لها؟ الخزينه تاعنا راح تتعمر، كي تتعمر خزينه الدوله يولي هاد الحاجه راح تاثر ايجابا على الشعب، معناتها نولوا حنايا اللي عايشين مليح، نولوا حنا ما نعيشوش في تقشف، نولوا الحقوق تاعنا ندوها في بلادنا. ايضا قال لك الغاء الضرائب، قال لك هذا، قال لك لابد من فرض الضرائب، فرض الضرائب لازم لي زامبو. قال لك علاش؟ قال لك باسكو بلي زامبو واش راح يصرى؟ بلي زامبو راح تتعمر خزينه الدوله، معناتها محافظه على خزينه الدوله من الافلاس. قال لك لازم لي زامبو، علاش؟ باسكو حنا لي زامبو واش يدير بهم الدوله؟ راهي تخلص بهم لي روتريتي، راهي تمد بهم المنح، راهي تمد بهم مثلا اللي يقراو في لافاك يدو لابورس، نتوما تلاميذ كاين اللي عند الاولياء تاعهم محدودي الدخل يدو مثلا 500,000، يدو كذلك وسمو الكتابات، كاين كذلك المنح هذو تاع العيد تاع هذو راهم يدوهم الاباء تاعكم، معناتها شكون مين راهي تمد لهم الدوله؟ راهي تمد لهم لي زامبو. نفترضوا الدوله غلقت نحات الضرائب، نحات لي زامبو، تولي الخزينه تاعها فارغه، تولي كاين مين تخلص لي روتريتي، كاين مين تمد لنا المنح، كاين مين التعليم المجاني، رانا نقراو باطل، رانا نداوي باطل، هادو سبيطارات لي بولي كلينيك، هادو ما كامل باطل، منين راهي تخلصهم الدوله؟ من لي زامبو، معناتها قال لك شوفوا الدوله فيها امتيازات ما كاش في البريفي، ما كاش في الاقتصاد الحر. ايضا واش قال لك؟ قال لك قانون العرض والطلب، قال لك لا لا، في الدوله واش لازم يكون كاين؟ لازم يكون كاين التخطيط
المركزي قال لك لي بروجي شكون لازم تسيرهم؟ الدوله. لازم الدوله هي اللي تخطط مسبقا في المشاريع. علاش الدوله اللي تخطط؟ باش يكون كاين التوازن بين المناطق، معناتها باش تتوفر السلعه. كيفاش؟ دوكا مثلا انت حبيت بروجي في منطقه فلانيه، مثلا في العاصمه، انت حبيت تفتح مثلا مكتبه في العاصمه، انت ما لازمش تفتح هذا ما تقدرش، ما عندكش الحريه باش تفتح هذه المكتبه كيما تحب، دير هذا البروجي وتدخل دراهم، لازم تجوز على الدوله، لازم الدوله تعطيك الرخصه. الدوله واش تقول لك؟ تقول لك مثلا في العاصمه عندنا مكتبات، تقول لك روح افتح المكتبه في المنطقه فلانيه ناقصه مكتبات، روح افتح مكتبه في المنطقه فلانيه ناقصه مكتبات. تقول لك مثلا انك حاب تفتح في العاصمه، في العاصمه يخصنا كذا، ويخصنا المشروع فلاني، ويخصنا المشروع فلاني، ويخصنا المشروع فلاني. هنا معناتها كي تخطط الدوله، الدوله هي اللي تدرس تشوف واش يخصها كل منطقه واش يخصها. كي الدوله هي اللي تدرس المشاريع يولي كاين توازن بين المناطق، ويولي كاين معناتها الدوله تاعنا المجتمع تاعنا راح يزدهر راح ينمو، يولوا المشاريع تتوزع على كافه المناطق، ماشي منطقه فيها مشاريع باسكو صحابها عندهم دراهم ومنطقه صحابها ما عندهمش دراهم ما فيهاش مشاريع. صراحه هذا فيما يخص الموقف الثاني. الان مباشره نروحوا لننقدوه. كيف كيف نروحوا لننقدوا هذا الموقف؟ اول حاجه نقولوا باللي هذا الموقف واش رانا نلاحظوا فيه، هذا الموقف بالغوا في تقديس موقفهم، يعني النقد تاعهم الاول انهم اعطوا قيمه كبيره لموقفهم، بالغوا في تقديس النظام الاشتراكي، اعطوا قيمه كبيره للنظام الاشتراكي، هذا العيب تاعهم الاول. العيب تاعهم الثاني واش داروا للنظام الراسمالي؟ نقصوا له من قيمته. نعم فعلا قللوا من دور النظام الراسمالي، يعني ما اعترفوش بالنظام الاقتصادي الحر، المشاريع اللي يديرها الانسان وحده، معناتها قللوا من قيمة النظام الرأسمالي. أيضا راهم يقول لك النظام الاشتراكي الدولة هي اللي تحكم. صراحة أنا أول حاجة نعيبهم عليها نقول لهم لو كان جا النظام الاشتراكي خير من النظام الرأسمالي لماذا سقط الاتحاد السوفيتي والدول التي تبعته من بعد؟ معناتها نقول لهم النظام الاشتراكي لم يضمن بقاءه، معناتها أكبر دليل يثبت أن النظام الاشتراكي هو نظام فاسد هو زوال النظام الاشتراكي وزوال المعسكر الشرقي أمام المعسكر الغربي. زوال الاشتراكية معناتها نقولوا أكبر دليل يثبت أن النظام الاقتصادي هو نظام فاسد هو زوال الدول الاشتراكية أمام الدول الرأسمالية، يعني الدول الرأسمالية عرفت تطور مقارنة بالدول الاشتراكية. أيضا نقولهم أن هذا الموقف نقدر نوجه له نقد أنه يشجع على الكسل. كيف ذلك؟ دوك الملكية تكون مشتركة، الملكية تكون جماعية، على بالكم واش يصرا؟ حنا نقولوها نقول مشتركة هلكة، واش معناتها؟ معناتها أنت كي تكون ملكية مشتركة، هذا عنده وأنت عندك والآخر عنده والآخر عنده، تسمى كامل رانا مشتركين، واش يصرا؟ يولي واحد يتكل على واحد، وهذه السبة اللي خلات المعسكر الشرقي يسقط، معناتها هذا الموقف يشجع على الكسل ويقتل الإبداع، نقولوا ما دام كاع نخلصوا كيف كيف، كاع ندوا كيف كيف، كاع الملكية تاعنا وحدة، يولي واحد فينا ما يبدع، معناتها هذا الموقف يقتل الإبداع ويشجع على الكسل، معناتها يقتل الإبداع، يولي واحد فينا ما يبدع، كامل عندنا ملكية متساوية، نولي أنا واش نقول؟ نولي نقول أنا هذا الآخر حيخلص كيما أنا، علاش أنا نبدع؟ علاش نسيي نمد أقصى ما عندي؟ مادام حيخلص كيما أنا، معناتها أنا تا ما ندير والو، والآخر واش يقول؟ يقول ما معنى مادام الآخر كيف كيف رانا نخلصو كاع كيف كيف، ما معنى علاش نقرا ونتعب ونعيا وندير وندير؟ لا لا، ما يولي كل واحد فينا يتهاون ويشجعنا على الكسل. الان نروحوا لحل المشكله. واش راني نقصد بحل المشكله؟ راني نقصد التركيب والخاتمه. تقولي استاذه في الباك نجمع التركيب والخاتمه، حذاري الخاتمه علاش انا نجمعهم؟ باسكو الخاتمه تتبع التركيب، الخاتمه هي تاكيد للتركيب، يعني شفتوا واش هضرتوا في التركيب؟ هو نفسه نعاودوا في الخاتمه ولكن فقط بالمرادفات. ادخلوا اللي يحب يعرف طريقه كيفاش يكتبها، ادخلوا للفيديو السابق كتبوا طريقه جدليه بالمخططات راح يخرج لكم التركيب كيفاش نديروه والخاتمه كيفاش نديروها. يعني انا هنا علاش راني نجمع فيهم؟ باسكو الخاتمه هي اعاده التركيب ولكن بصيغه اخرى. الان نجو لحل المشكله. واش راني نقصد بحل المشكله؟ يعني شكون ربح؟ شكون فيهم اللي عنده الحق؟ كاين اللي قال لك افضل نظام اقتصادي يحقق الرخاء المادي يجيب لي الدراهم هو النظام الراسمالي، معناتها الحر، الاقتصاد الحر، خلوا الناس تخدم، خلوا الناس دير لي بروجي وحدها. موقف ثاني قال لك لا لا، قال لك افضل نظام اقتصادي هو النظام الاشتراكي، يعني الدوله لي بروجي تاعك ديرهم مع الدوله. انا واش نقول لهم في هذه المقاله؟ عندنا تجاوز،
افضل نظام اقتصادي نقولهم هو النظام الاقتصادي الاسلامي، معناتها نظام الراسمالي ماشي مليح، يحمل عيوب ومساوئ لانه طبقه الاغنياء يدعم فقط. النظام الاشتراكي هو نظام يقتل الابداع ويشجع على الكسل ويولي واحد يتكل على واحد صراحة، ومن بعد يولي يظلم الطبقة اللي تخدم وتجتهد منها. معناتها قال لك أفضل نظام اقتصادي يحقق الرخاء المادي هو النظام الاقتصادي الإسلامي. معناتها راك حاب تحقق رفاهية مادية، راك حاب يولي عندك دراهم، ما عليك غير تتابع نظام الاقتصاد الإسلامي الذي يقوم على طرق الكسب الحلال. وش معناتها؟ حنايا نشوفوا الدين تاعنا يشجع على الكسب الحلال، والرسول عليه الصلاه والسلام يقول لك ما نقص مال عبد من صدقه، معناتها راك حاب يقوى لك الخير، راك حاب تحسن الدخل تاعك، راك حاب تعيش في رفاهيه ماديه، راك حاب يولوا عندك دراهم، عليك وعلى طرق الكسب الحلال. معناتها الانسان لازم يتقيد بطرق الكسب الحلال. وشنوها؟ الصدقه. انت كي تصدق مدراهمك وش خايصها؟ ربي توعد انه ما نقص مال عبد من صدقه، يعني انت كل ما تصدق دراهمك راح يزيدوا، معناتها الدخل تاعك راح يزيد. كذلك الزكاه، الانسان اللي يزكي دراهمه وش راح يصرى؟ معناتها ربي سبحانه فرض الزكاه على الاغنياء، الاغنياء ينقصوا من دراهمهم يمدوا للفقراء، ربي واش راح يدير لهم؟ ربي راح يبارك لهم في الاموال تاعهم ويقول الاموال يدوروا بين الاغنياء والفقراء. كذلك الربا، الربا، حذاري الربا. مثلا دوك انا نتعامل معاك نقول لك نسلف لك مليون رجعه لي زوج، انت تحس بلي حققت الرخاء المادي بلي ربحت دراهم، ولكن الربا الانسان اللي يعني يتعامل بالربا وكانما اعلن الحرب على الله ورسوله، يعني تحس بلي دراهمك جبت دراهم، ولكن في حقيقه الامر دراهمك راح يروحوا هكذا كيما احنا نقولوها دراهم الحرام يروحوا في الظلام. ايضا قال لك الغش مثلا في السلع ولا الغش في الميزان، ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. انت مثلا تسرق في الميزان، هذاك راك سرقت له 200 غرام والاخر 200 غرام والاخر 200 غرام، انت تحس باللي ربحت دراهم، باللي هذاك الكيلو راح تبيعه راح تربح فيه 10000 ولا 20000، ولكن في حقيقه الامر هذوك دراهم واش راح يصرى؟ ربي ما يبارك لكش فيهم. معناتها واش راني نلاحظ؟ الاحتكار. ايضا حذاري الاحتكار، معناتها قال لك لازم تتبع طرق الكسب الحلال، ما لازمش تروح تغش الناس وتسرق الناس ولا السارقه، حذاري السارقه. هذا الامور قال لك ربي حذاري منهم، وهذا الامور لازم نعتمدوا عليهم في الدين تاعنا. كي تعتمد على هذا الامور وحذاري السارقه، انت تسرق الانسان صح راك جبت دراهم، ولكن هذوك الاموال تاعك ربي مش حيبارك لك فيهم. معناتها قال لك افضل نظام اقتصادي يحقق الرخاء المادي ويخلي الانسان يعيش في بحبوحه ويخلي الانسان يعيش في رخاء مادي ويتحسن الدخل تاعو ويولو عنده دراهم هو النظام الاقتصادي الاسلامي. لماذا؟ لانه يراعي طرق الكسب الحلال. قال لك ما يهمش اذا خدمت وحدك واذا خدمت عند الدوله، المهم واش خدمت لازم يكون حلال، باسكو كل ما تخدم في الحلال كل ما دراهمك راح يزيدوا، وكل ما راح تدخل للحرام وتبعد على الدين الاسلامي كل ما ربي سبحانه راح ينقص من الاموال تاعك. معناتها هنا واش راني نلاحظ؟ انه افضل نظام اقتصادي يحقق الرخاء المادي هو النظام الاسلامي. هذا المخطط كامل اللي هدرت عليه راح تلقاوه في هذا الكتاب الخاص بالمخططات، راهو متوفر في جميع المكتبات، يعني راح تلقوا فيه المخطط تاعكم. مثلا هنا في الانظمه الاقتصاديه هاوليك مخطط تاعنا تاع الانظمه الاقتصاديه، نقرب لكم هكذا باش تشوفوا، هاو المخطط تاعنا تاع الانظمه الاقتصاديه، ومن بعد تقلب الصفحه تاعك مباشره هاوليك المخطط يعني النقد، ومن بعد حل المشكله. هاي حل المشكله، حل المشكله النظام الاقتصادي الاسلامي يراعي الملكية الفردية، يعني يسمح بملكية الفرد ويسمح بالملكية الجماعية، أخدم عند روحك ولا أخدم عند الدولة ما يهمش، ولكن فقط لازم الكسب تاعك يكون وفق الأخلاق ويكون الكسب تاعك يراعي طرق الكسب الحلال. هذا الكتاب تلقاوه متوفر في جميع المكتبات والولايات، يعني راه متوفر في 58 ولاية. نتمنى تكونوا فهمتوا، أي حاجة ما فهمتوهاش خلوها لي في لي كومونتير، مادابيا تشجعوني مادابيا تدعموني، اي حاجه قلت لكم ما فهمتوهاش خلوها لي في لي كومونتير راح نجاوبكم كامل ان شاء الله. كذلك تواصلوا معايا في الصفحه الشخصيه على الفيسبوك الاستاذه ضيف في ماده الفلسفه، ولا في حسابي الخاص على انستغرام ديف.فيلو، حيجوز هنا من تحت
تهلاو في روحتكم وبالتوفيق.